كلبكم مش عاجبه انه ما توزنت، اول ما فوت النادي راح اتوزن. شو 88؟ وهيك بنكون بلشنا بالاسبوع الثاني من تحدي الثلاثين يوم. كان اسبوع متعب وعملنا بعض الوصفات الكثير مرتبة، وما تنسوا كل 1000 متابع منزيدهم راح نزيد يوم على هدول الثلاثين يوم. اليوم رقم 8. الحلقة الماضية جبنا هذا المربى ما في سكر، راح نحط منه معلقة على البانكيك عشان يعطينا طعم خرافي يا معلم. كل 100 جرام فيها 144 كالوري. كيف تعرف انك اخذت 50 جرام؟ بتحط على الميزان وبتصفر وزنها وبتسحب بالمعلقة، وقديش بنقص عندك هون بتكون انت ماخذ، يعني مثلا هون هاي المعلقة 25 جرام. ايضا اعطته منظر زاكي يا معلم. خلنا نجرب. إذا خلص مونتاج بعدين نتوجه للجيم إن شاء الله. بعد النادي روحت جبت شاورما دجاج شرحات، طبعا أكيد بدون الخبز، وزدت عليها شطة. لما وصلت البيت أخذت واحد رايس كيك، وبالليل أخذت بيضة مسلوقة مع جبنة لايت. اليوم ما صورت لكم كثير، اليوم السبت، يدوب لحقت إني أمنتج الفيديو اللي نزل على القناة، جاني مشوار كثير بعيد عشان أشتري المحترم هذا. 1416 سعرة، 135 جرام بروتين. كان عندي شوية شغل خلصته، افطرت فطور المعتاد 20 جرام شوفان مع سكوب بروتين، شوية شوكولاتة دارك عشان الطعم، وعشان بدي اطلع على النادي واكل وجبتي بالوقت المحدد فعملت وجبتي قبل ما اروح على النادي. 150 جرام صدر دجاج مع شوية ماسترد، والماسترد ممتاز بالدايت لانه ما في سعرات، تحتيهم 100 جرام رز. هيك بكون خلصنا حصتنا لليوم من النشويات. يا سلام لو بقدر اعمل صحن سلطة اكله مع الوجبة بكون اكلت وجبة سفاحة خرافية. اليوم عنا تمرينة بوش. يومي كان ماشي تمام، ما بعرف ليش وانا بالجيم طلعت على المراية على اليمين لقيت ان انا مش متغير، مش ضعفان. قاعد بالدار لحالي قررت اني اعمل اشي زاكي عشان ما اضلش قاعد بدون اكل، لانه ضليت قاعد بدون اكل راح الاقي حالي فارط الدايت. فرحت عملت البوظة اللي بعملها دايما، بس هاي المرة طلعت معاي كثير اذكى من دايما. اسلك فيها انه اذا ما اكلت اشي زي هيك حرفيا ممكن اقوم اخرب الدايت كامل. منيح انه قربت انام، منيح. اليوم كان من اصعب الايام بالدايت، مش شبعان ابدا بسبب اني اليوم بضرت الوجبات شوي، لازم اصير اعمل زي دايما، ما افطر الا لما احس حالي متت من الجوع. ليش الثاني؟ جسمي محتاج سكر. اضطريت اني اكل اي اشي هيك على الخفيف، جبنة قريش 50 جرام مع شوية بندورة، بحيث اني ما اضلش حاس بالجوع، اذا بلشت بكرة بشعور جوع راح افرض الدايت. الحمد لله على نعمة جبنة القريش، فيش فيها سعرات وفيها بروتين. 1525 سعرة و 142 جرام بروتين. ضايل 21 يوم. فأنت ولي وأنت الناصي. بلشنا يومنا بواحد رايس كيك وواحد كب. امبارح كانت نفسيتي سيئة بسبب إني حسيت حالي مش ضعفان. اليوم أول ما صحيت طلعت على المراي وجهي من هون ضعفان، فتحمست أكثر، يعني صار في نشاط على إنه مكمل الدايت. اليوم العاشر وضايل 20 يوم. احسن خطوه عملناها الاسبوع الماضي انه جبنا محلي. هيك على الريق بنقول اخذنا 170 سعره تقريبا مع 8 جرام بروتين. انا ضد اني ابلش يومي بشيء حلو لانه بضل طول اليوم جوعان. انا امبارح نمت بالليل وانا بحك بجسمي عشان اكل شيء حلو، فمنيح اني بلشت بكاسه كاكاو، بالتحديد اني بقدر اشرب كاكاو. واليوم عندنا اصلا وصفه تعتبر حلوه، اليوم راح نعمل كيكه المانجا الصحيه اللي فيها بروتين. كيكه المانجا الصحيه بكل اختصار، تعالوا نشوف شو فيها مكونات ونعملها مع بعض. 100 جرام من المانجا، ما بنقدرش نكثر مانجا لانه فيها سكر، وكمان احنا عاملين دايت، يعني اهم شيء تذكروا ان احنا عاملين دايت. 50 جرام لبن يوناني، بيضه، بيكنج باودر، فانيلا، 40 جرام شوفان، مغلفين محلي ستيفيا. اذا عندك بروتين تقدر تزيد عليها بروتين. صينيه عليها شويه طحين عشان ما يلزق، وراح نحطها بالفرن. بصراحه مش عارف قديش لازم نخليها، فراح اضل اراقبها. استنى تستو، اذا شايفين قاعده تنفخ شوي شوي. هاي صينيه بشاميل مش كيكه مانجا. شو هاب؟ هذا هو الشكل النهائي. رح نضطر نجرب بدون ما نقلبها لانه من تحت شوي اتحمصت زياده. عدد السعرات الموجوده بهاي القطعه كامله 500 سعره وفيها 40 جرام بروتين. هذا هو المنظر تبعها، طبعا من جوا مش كثير مستويه، عامله زي مبدا البودنج، حرفيا زي كاني عامل شوفان بالمايكروويف. هون امين غيث كيف حالك؟ الحمد لله. جرب.
بصراحة هاي أسكى بكثير من كيكة الفولكانو. نفس ما حكيت الحلقة الماضية، كيف بعين إيش زاكي ولا لا؟ إنه أنا عامل دايت، زاكي بالنسبة لدايت، أوف أنا عامل دايت وباكل كيك، أنا هيك بقيم لما أكون عامل دايت، أنا بالنسبة لي ملك بوجبة زي هاي، كثير ممتازة وكثير زاكي وطعم المانجا سفاح، بس المرة الجاي راح أكثر أكثر مانجا، راح أحط 150 جرام، هسا هاي بتزبط معك إذا بتضخم، حط 100 جرام شوفان. الى النادي. يوم تاخرت شوي كنت قاعد بنزل فيديو طارئ على القناه، واللي هو الفيديو اللي اعلنت فيه اني حذفت فيديوهاتي عن القناه. اذا لسه مش فاهم شو الموضوع فوت على الفيديو واحضره. اليوم عندنا تمرينه بول اللي هي ظهر كتف خلفي وباي. قبل تقريبا 3 ساعات اكلت وجبه الشوفان ولحد الان مش جوعان ابدا، ما اعطيتني طاقه مش طبيعيه، قعدت في معدتي. اغلبكم مش عاجبه انه ما توزنت، اول ما فوت النادي راح اتوزن. شو 88؟ امزح معاكم يا جماعه، لابس اغراب ولابس الشنطه. وجبة بعد التمرين هي عبارة عن بطاطا حلوة، شوية بازيلا، 150 جرام صدر دجاج مع جبنة لايت. طبعا بكرة ما رح يكون عندي جيم، بكرة ما رح اخذ كارب، فهي اخر كارب رح اكله من هون لبعد بكرة. رح اعتمد بكرة على الكارب الموجود بالخضروات او اذا عملنا سموذي المانجا فقط. ميت جوع ميت. وانتهى اليوم العاشر ب 1296 سعرة، 116 جرام بروتين. امبارح ما حطيت لكم شو ملخص السعرات لاني نمت بدري، حرفيا بذلت مجهود كان خرافي بالجيم امبارح، والجو اصلا كان بارد، فيدوب روحت على الدار وما بعرف كيف على 11 لقيت حالي نايم. اليوم صاحي بدري من صلاة الفجر الحمد لله. اليوم ما عندي جيم، فعشان هيك اليوم كمية الكارب راح تكون قليلة، لازم نقوم نعمل فطور ومش عارف شو بدي افطر. يا اخي سبحان الله لاني عامل دايت في كميه جلو في الثلاجه يعني مخيفه. شوف يعني انا شو ذنبي اصحى الاقي هذا الاشي بوجهي؟ من امبارح المساء اجى على بالي بيض عيون، في هون جبنه قريش مع شويه جبنه موتزاريلا لايت بروتين على الشوارب على الصبح، والمنظر النهائي بطل. 330 سعره حراريه و26 جرام بروتين. اخر وجبة راح اخذها طبعا نفس وجبة البوظة اللي كنت اعملها دايما، بس هاي المرة شو عملت؟ حطيت معاها 50 جرام مانجا بدل الفراولة المجمدة. مع هاي الوجبة هيك اليوم بكون اخذت 1200 سعرة حرارية. ليش السعرات قليلة؟ لانه زي ما قلت لكم اليوم ما عندي جيم، 142 جرام بروتين. وباليوم رقم 12 كنت كثير مشغول وما قدرت ان اصور ولا اي شيء، لكن السعرات اللي اخذتها كانت 1150 سعرة و128 جرام بروتين. عامل فطور الاعتيادي، 60 جرام جبنة قريش، حبة بندورة، 20 جرام شوفان. شوفوا أنا اليوم صاحي ملاحظ شغلة مخيفة، كثير ضعفان، راح تتفاجئوا من النتيجة. زاكي مع كاكاو وجبنة القريش من أفضل الاختراعات ممكن تجربها. بكرة يوم الجمعة، الله يستر منه بكرة. شوفوا شهيتي مش مفتوحة على الأكل كثير، بس خلص صارت عندي عادات تقاليد. يوم الجمعة أروح الصبح أفطر، بعدين أروح على صلاة الجمعة، بعدين أروح أتغدى، بعدين العصر أطلع أكل إشي حلو، بعدين بالليل أروح أتعشى. واليوم في عنا فعالية بالليل، يعني بالليل الاحتمال نروح نخيم بمكان. وجبة الفطور هاي 320 سعرة حرارية و34 جرام بروتين. الله يعلم ما نشكو من الألم. صباح الخير، جمعة مباركة. اليوم في عنا خطبة ابن عمتي، فأحسن إشي أعمله بما إنه اليوم أنا عامل دايت، ما في يوم فري يوم الجمعة، خلاص إحنا خلصنا هاي العادة. عملت 25 جرام شوفان مع سكوب بروتين وحبة شوكولاتة دار، هذا الفطور مرتب بقعد على المعدة. بس ما قلت لكم كيف شباب؟ مبين إنه حفاء. كيف؟
راح نوصل لنتائج خرافية بإذن الله. في عندي خطة، انت بتعرفوا بالخطبة في حلو كيك أو كنافة، عشان ما أحس حالي محروم. لا استنى استنى، إذا ما استنى شوي ما حكيت لك بدي أكل، هروح أجيب شوكولاتة بروتين، لما يوزعوا الكنافة أنا حاكل شوكولاتة وانتوا لحالكم بتتحلوا، واعتبرها تحلاي وصحية وفيها بروتين. فكر بذكاء. جابوا الكنافة حبيبي حبيبي، بقول له أنا زلم رياضي باكل بس اشياء صحيه. عقبال عندك ابو السي، بدنا نخطب ونجيب ام السي ونعمل محتوى يوتيوب والعرس. وصدق بدك انا اطلع مرتي ولا هسه؟ شوف انا راح اعمل فيديو العرس صراحه، يعني راح اعمل فيديو العرس وفيديو خطبه، بس ما راح اطلع مرتي. ها شايف شايف كيف رب معاه خبط؟ عيب طلع مرتي على يوتيوب. لكننا في ظن لا يخيبنا. يا سيدي هم باكلوا كنافه وانا باكل شوكولاته. اول اشي بدي اكله بس يجي يوم نفري كنافه، ولازم الحلواني يكون كنافه شوكولاته دايت. بديش افوت بجو الاكتئاب مع انه عادي بقدر اني اكتئب، بالتحديد انه جاي على بالي جماعه سكر، جاي على بالي حلويات. ضايل 16 يوم على التحدي، وعلى ما اعتقد التحدي ما راح يكون فقط 30 يوم. ليش ما راح يكون 30 يوم؟ لانه يوم الفري تبعي راح يجي هيك بنص الاسبوع، وانا للامانه ما بحب يوم الفري يجي نص اسبوع، بحب يجي يوم جمعه. ليش؟ لانه بكون ما في عندي شغل، واصحابي ما بكون عندهم شغل، وبنطلع بناكل بعض. فعلى الاغلب راح ناجل شوي. ماخذ 1000 سعره حراريه و86 جرام بروتين، احتمال اكل كمان وجبه لانه لسه كميه البروتين ماخذينها لحد الان كثير قليله. فانا مضطر لهون اني انهي الفيديو. بنهايه الفيديو راح احط لكم السعرات اللي اخذناها بنهايه اليوم ان شاء الله. لا يعطيكم العافيه يا جماعه، هذا كان فيديو الاسبوع الثاني من تحدي الشهر بدون ولا يوم فري. ان شاء الله مستمرين، وراح تكون نتائج جدا 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 خرافيه. اتمنى تحت بالكومنتات شو بدكم اشياء نضيفها على الفقره. السلام عليكم.